السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حيكون معنا مثل كل أربعة، بس اليوم إن شاء الله حيكون عنا شيء كتير حلو. حنصور عروس بكذا كومبوزيشن، بكذا تكوين. حنبدأ بالبورتريات، حنشتغل على عدستين حلوين 24-70 و85 لنشوف الإفات اللي فيها تعطيها 85 1.4. أكيد ما حشتغل على 1.4، حشتغل على عدسة 2 أو 2.8. حنشتغل على 24-70 لناخد الفول بودي تبع العروس. عملنا شوية سيت اب حلو بالاستوديو، إن شاء الله يعجبكم. أعزائي المشاهدين، اليوم حنستعمل الـ AD600 برو، وحيكون معنا كمان شيء ديب أمبريلا 1.5 متر. اليوم حنشتغل بشيء اسمه أوبن لايت، يعني لما بحط أنا ديب أمبريلا 1.5 متر، ضوء حيكون على العروس كامل، ما مني بحاجة يضلني يركز ضوء، بس ححط شوية إضاءة لضوي الديكور اللي عنا إياه بالستوديو، شيء على الباك جراوند، شيء على الشجر، إضاءات خفيفة حلوة. فنحن مثل العادة حنبدأ بضوء واحد. طيب، نحن الآن مثل ما قلنا حنستعمل ديب أمبريلا 1.5 متر، وصلت جديد، سعره كتير حلو كمان، فيكم تسألوا عنه بالمعارض. بس الديب أمبريلا 1.5 متر بتساعدنا على شيء كتير حلو، إنه حتعطيني ضوء كامل على المنطقة. حساعد شوي بإضاءات من وراء. حنبدأ مثل العادة منركز الضوء الأساسي يلي هو المين ديب أمبريلا. فرجون الديب أمبريلا. هلا منقول للموديل تتفضل. هلا أهم شيء بدنا نبدأ نفسر شو عنه. بما إنه أنا عم بستعمل لايت، فإذا أول شيء شاتر واحد على 200 لأنه معي زد سيريز. ثانيا حبدا مثل ما قلنا بال 85 مليمتر لانه بدي اخذ بعض البورتريات الحلوه. حابدا على ركز اضاءتي، حابدا مثلا على F2.8 وابدا اخذ اول صوره. حناخذ صوره حلوه ان شاء الله. شوي هيك عروس بس، اوكي عندي بعد شوي. اوكي تمام، 1-2-3. غامقة شوي، فيني افتح بعد فتحة عدسي. نجرب على 2.5. 1-2-3. منشوف بتجنن. سو هلا انا بدي اعمل افه، بترجعي لي بعد شوي لورا. بس شوفوا عندي اول بلين، شوفوا هاي الصورة كيف طلعت معنا، اوت اوف فوكس اوت اوف فوكس، والعروس بالنص. بعد شوي هيك 3. اوكي، مثل ما شايفين ما عم بشتغل ولا باي اضاءه، عم بركز اضاءه لانه اتس ديب امبريلا، عندي 1.5 متر فتحه في 1.5 متر. عرفت تفتح لي الضوء الخلفي على الخلفيه؟ لا، اعطيني سبيد لايت. والثاني اللي حنعمله هلا، فتحنا سبيد لايت V1 ورا على الشجر، وحنفتح على الخلفيه كمان شوي عشان نعطي افه. بعد هلا بدي ارجع اخذ بورتريت، ما اخذت البورتريت. 1-2-3. بيوتفل، نشوف رائعه. اوكي، بعد بتقربي شوي على الشجره. تمام، اها. 1-2-3. على طول بضلني عم بتأكد من الضوء. نرجع شوي لورا، بس حط الراس شوي. اوكي، انا عم بشتغل على فتحه 2.2. اذا بتشوفوها على السوفت وير، ليكوا كيف عم بعطي اوت اوف فوكس للورد من قدام. برجع بعمل كمان، وطي راسك شوي، اعملي انحناء شوي. ايوه، اوكي تمام. 1-2. كله اللي عم تشوفوه هلا بضوء عادي، بس العدسه عم بشتغل عليها بورتري. نرجع شوي لورا، بعد بس. اوكي، هلا حاخذ عن جنب شوي مشان اعطي دبل فيلد اوت اوف فوكس. 1-2. تمام، لاحظوا شو صار عندنا، الشجره اوت اوف فوكس والباك جراوند اوت اوف فوكس. هلا هيدا ايه، فيني خففه شوي كمان. حاعمل الورد
يعزل شوي عن الوجه. واحد امريكان. واو. بعد عم بشتغل بورتريات، بس عم بستعمل depth of field تبع العدسة لأعزل. مثل ما ملاحظين بالديب أمبريلا 1.5 متر مني بحاجة عدل أي إضاءة، حتى إذا بتعطيني بتكبري لي الصورة شوي. لاحظوا الإضاءة بتجنن على كل الوجه، ناعم كتير وعند التتشات الحلوة. حتى إذا بتشوفوا بالعين الديب أمبريلا بتعطيكم مثل نقطة، شفتوها؟ نقطة صغيرة ما بتأثر كمان على شو اسمه. إذن بعد حأخذ شوية بورتريات وبعدين حأنتقل للفول بودي ميد كلوز، فيها شوية افي اوت اوف فوكس على الشجرة. شوفوا كيف كنا بالغيم، وهيك وحدة هون بس. لما تكونوا عم تشتغلوا على فتحة 2 او 2.2 او 2.8 بدكم تعملوا فوكس مظبوط على العين، وإلا حيطلع عندكم اوت اوف فوكس. شوفوا هيدي الصورة رائعة. اوكي طيب، هلا حناخذ فول بودي، حركب ال 24-70. اكيد لما بغير عدسي بدي انتبه كمان ل لللايت، فمعي 24-70. حارجع اخذ هلا اول شيء لشوف اللايت تبعي، حاخذ صوره قريبه شوي. مره واحده بركز اللايت، مش كل فتره بدي العب فيه لانه حيغطي لي مساحه كبيره جدا. خلينا نشوف. بعتقد بدي اضاءه اعلى اكيد، مثل ما ملاحظين ليكوا ورا كيف اضاءته عاليه بس قدام الاضاءه واطي، فبدي اعلي قوه الفلاش الامامي لنشوف. واحد اربعه بكفي ولا لا؟ هنرجع نقول واحد اثنين لنشوف. اوكي شوفوا كيف من ورا عطت كمان خيالات كتير حلوه على الواسع. هلا فيني اخذ فول بودي، تعطيني جنب بس الجنب. ايوه واحد. عادة لما بستعمل اوكتا 1.5 حلو اشتغل على فتحات واسعة، مثلا هلا انا عم صور على فتحة 4 مشان اعطي ضوء كامل واقدر اشوف الفير. فهون بدكم تنتبهوا كثير للفوكس، والزد سيريز عندها فوكس بجنن بالفل بيلحق الوجه. فلاحظوا الصورة إذا بنكبرها شوي بتجنن. أوكي هلا حأخذ وحدة كمان. واو بيوتفل. سو هلا حناخذ كمان برومي واعطيني الوجه. إذا حتشوفوا شوي الكومبوزيشن عم ناخذهم كمان، اكيد انتوا اوكي اوكي انتوا حتعملوا اكيد يمكن اجمل بكثير، بس هو بعض الصور انا حاعطي من تحتي شوي مشان نطول العروس. اكيد انتوا حتجيبوا صور اجمل، بس انا عم بشرح لكم الاضاءه اللي ممكن تاخذوها. مين بعتقد هي صوره حلوه كمان، شوفوا كتير حلوة. فينا كمان بعد نفتح شوية إضاءة أمامية. ثلاثة جريت. أوكي عندي بعد شوي أكتر لعندي. عندي الحلو بالزد 7 إنه دايركت بقدر باخد فوكس على الوجه، وان تاتش بصير الفوكس على الوجه. هاخد في البادي كمان هلأ هيك. أيوة لفي بعد شوي الايد، خلص بكفي كويس اتس فاين. اوكي تمام. مثل ما ملاحظين اونلي بس لما عملت فوكسينج بس ظبطت ضوي خلص. فرجيني فاتح ولا غامق؟ غمق فاتحه غمقها شوي صح. اوكي سو البي بدنا نرفعه شوي. لاحظوا انه بس انتم بعيار واحد فيكم تظبطوا كل طريقه، بس اذا كانت فاتحه بتعلوا شوي الاضاءه، غامقه بتعلوا شوي الاضاءه، فاتحه بتوطوا الاضاءه. وطيت شوي اضاءتي صارت بيرفكت حلوه.